بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. معاكم احمد سلامه، هنكمل مع بعض كورس ويندوز 10 اسينشال بيجنر. خلصنا فيه الفيديو اللي فات القصه بتاعت المالتي تاسكينج، كانت قصه سهله وبسيطه بنقدر نعمل بيها اكتر من ديسكتوب. النهارده ان شاء الله هنتكلم على خاصيه جديده في السيرش مايكروسوفت عاملاها اسمها الكورتونا. شباب، خاصيه الكورتونا دي بتعتبر سكند لاير فروم سيرش، خاصية كده اتحطت تحت السيرش بتسمح لك ان انت تقدر تدي اوامر للبي سي بتاعك او تكلم اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك من خلال المايك اللي جواه، وتبحث عن الحاجة اللي انت عايزها جوه البي سي دوت. يعني مثلا عايز تفتح فايل اكسبلور، عايز تفتح برنامج معين، تقدر تكلم الكمبيوتر والكمبيوتر هيفتح لك او يستدعي لك البرنامج دوت. طيب، الخاصية بتاعت الكورتونا دي موجودة فين يا شباب؟ لو جينا هنا تحت السيتنج هتلاقي حاجة اسمها كورتونا اهي. هي باي ديفولت يا شباب بتبقى اون، والعلامة بتاعتها هي الدايرة ديت، حتى أول ما تقف عليها هيقول لك توك تو كورتونا. ولكن أنا لما باجي أستخدمها بفعل له الخاصية ديت، خاصية اسمها هي كورتونا، بحيث ان انت مجرد ما تقول كلمة هاي كورتونا تبتدي طبقة السيرش دي تستمع لك او تعرف ان انت عايز تكلمها، ما تستمع لكش بشكل عشوائي او تحتاج اختصار. طيب خلينا نشوفها قبل ما نعمل هاي كورتونا. لو انا وقفت على طبقة السيرش ديت وقلت له بليز اوبن جوجل كروم، هو ابتدى يكتب اللي انا بقوله اهو شباب، وهيبتدي يستدعي الابلكيشن زي ما انت شايف جاب لي جوجل كروم وفتحه لي من غير ما انا ابذل اي مجهود. طيب انا عايز افعل الخاصيه بتاعت هي كورتونا بحيث ان انا استدعي الكورتونا دي بالفويس ايضا. فمجرد ما بعمل لها اون يا شباب ممكن اعمل تشيك للمايكروفون عشان تتاكد بس ان المايكروفون بتاعك شغال ولا لا. انا طبعا متاكد ان هو شغال عندي لان انا بالفعل بسجل لك او شغال من عليه. وجينا قفلنا هنا بقى شباب عشان استدعيها هقول لها هي كورتونا، هتبتدي طبقة السيرش ديت تسمع لها شباب هي كورتونا بليز اوبن اوتلوك. هيبتدي يدور على برنامج اوتلوك ويفتحه لي. طيب الكورتونا دي بنقدر نستخدمها في ايه تاني يا شباب؟ بنقدر نستخدمها مع التاسكس، ولكن انا مش فاتح البرايفسي. يعني لو جينا هنا قلت له هات لي الكورتونا، فين 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 اهي. بص يا شباب، بتقدر تخلي الكورتونا تاكسس للكالندر والميل والمسجز والباور بي اي داتا. طبعا ان انا اخليها تاكسس الكالندر والميل والكلام ده، يعني انا اقدر اقول لها مثلا تضيف لي ميعاد في الكالندر بتاعي النهارده الساعة 9 مثلا، بحيث ان انا قبل الساعة 9 يبتدي البي سي دوت يديني الارم او الكالندر ده يديني الارم ان خد بالك انت عندك ميعاد الساعة 9. تقدر تخليها تاكسس على الكلام دوت وتقدر تتعامل بيها، ولكن انا معظم الاحيان بستخدمها في استدعاء البرامج زي ما قلنا عشان استدعيها اقول لها هاي كورتونا، هتبتدي تفتح بليز اوبن واير شارك، وابتدي افتح البرامج اللي انا عايزها. شباب شور اوبننج واير شارك، برنامج الواير شارك وفتحته بالفعل. اتمنى شباب الفيديو يكون وصل لكم، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.